بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن الآن مع تمرين حول الهندسة الفضائية. هذا التمرين مأخوذ من امتحان وطني سابق. إذن نبدأ على بركة الله. نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومنظم مباشر هو إيجيكا النقطتين أ واحد واحد ناقص ثلاثة و أش ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، والمستوى بي الذي معادلته إكس زائد إيكغيك ناقص زد زائد واحد تساوي صفر. السؤال الأول: أحسب مسافة أش، ثم بين أن أش هي مسقط العمود لأ على بي. إذا نحسب المسافة أش بسيطة. أش كتساوي جدر مربع، قاعدة شنوية؟ إكس أش ناقص إكس أوس اثنان، إيكغيك أش ناقص إيكغيك أوس اثنان، زد أش ناقص زد أوس اثنان، مجموع صحيح؟ يعني هذا المجموع تاعنا إكس أ ناقص إكس أش، عفوا إكس أش ناقص إكس أ ناقص واحد ناقص واحد، يعني ناقص زوج أوس اثنان زائد الأرتوب ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج أوس اثنان زائد ناقص واحد ناقص ناقص ثلاثة هي ناقص واحد زائد ثلاثة يعني هي زوج زائد زوج أوس اثنان. إذن تساوي أش كتساوي جذر مربع أربعة زائد أربعة زائد أربعة هي 12، جذر مربع 12 يعني هي جذر 12 هي 12 هي 4 في 3، 4 تخرج من الجذر تولي زوج، جذر 3 صحيح. إذا حسبنا المسافة أش مزيان. دونك الشطر الثاني من السؤال: ثم بين أن أش هي مسقط العمود لأ على بي. ممكن عدة وسائل. فوقاش تكون أش مسقط العمود لأ على، يعني خص بعدا أولا أش تكون تنتمي بي ضروري، خصنا نتأكدو من أش كتنتمي بي. علاش؟ باش تكون أش هي مسقط العمود لأ على بي خص تكون أش تنتمي بي. ثانيا خص يكون أش عمودي على، دونك هادو هما جوج الشروط اللي خص يكون أش تنتمي بي، خص يكون أش عمودي على بي. أش عمودي على بي، يعني في هاد الحالة غتكون أش هي مسقط العمود لأ على بي، وأ مخصهاش تكون تنتمي بي، متفقين؟ أ مخصهاش تكون تنتمي بي، وأش خصها تكون تنتمي بي، وخص يكون عندنا أش عمودي على بي. في هاد الحالة نقدر نقولو أن أش عفوا نقدر نقولو أن أش هي مسقط العمود لأ على بي. واضح؟ الوضعية واضحة هاذي. دونك هنا واحد النقطة، باش يكون مسقط العمودي شنو خص يكون؟ خص يكون هاد أش، أش عمودي على المستوى، وخص يكون أش كتنتمي للمستوى، صافي باش يكون أش عمود مسقط عمودي على المستوى. إذا نحاول نبينو هادي أي وسيلة بغينا، أي وسيلة بغينا نخرجو بينا. الله شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو أن هاد المتجهة هادي واحد، هي عندنا واحد إكس هي واحد، واحد إيكغيك واحد، ثم ناقص واحد يعني ناقص زد يعني ناقص واحد. هذه هي منظمية على بي، اتفق؟ لأن هذه معادلة مستوى بي. إذا المنظمية عليه هي أ بي سي، هي واحد ناقص واحد ناقص واحد ياك. ألوغ فوقاش معناتها المستوى باش تكون أمور واضحة، هو مستوى بي ياك، هذه متجهة منظمية عليه. حنا بغينا نبينو أن أش عمودي على المستوى، يعني إذا كانت أن و أش مستقيميتين فهاد الحالة غادي يكون أش عمودي على المستوى ضروري، ونبينو أن أش كتنتمي للمستوى ياك. و أش نديرو الإحداثية نتاعها ونشوف واش موازي لهذا ولا لا، عفوا واش مستقيمية مع أن ولا لا. دونك أش شنو عندها؟ ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج، ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج، ثم ناقص واحد ناقص ناقص ثلاثة يعني ناقص واحد زائد ثلاثة هي زوج. شنو كنلاحظو؟ إذن لدينا شنو كنلاحظو؟ شوف معايا، إذا ضربنا هذه في ناقص زوج، ناقص زوج، نلقاو بأن مع أش كتساوي ناقص زوج، كاين ولا مكايناش؟ هي ناقص زوج في واحد هي ناقص زوج، ناقص زوج في واحد هي ناقص زوج، ناقص زوج في ناقص واحد هي زوج. إذا لقينا بأن أش، أش كتساوي ناقص زوج أن، أي أش يوازي أن أو لا أش عمودي على بي. علاش؟ لأنه كيوازي، لأن أش مستقيمية، لأن المتجه أش مستقيمية مع أن، وأن عمودية على بي منظمية على بي،
وبالتالي فإن أش أيضا منضمية على بي، يعني أش عمودي على بي. ونعوض نشوف واش أش كم تاني، هو الذي هنا نعوض أش شنو عندها؟ ناقص واحد زائد إكراك هي ناقص واحد، ناقص زاد هي ناقص واحد زائد واحد، نشوف شنو تساوي. ناقص واحد زائد ناقص واحد هي ناقص زوج، ناقص مع ناقص فولي زائد واحد زائد واحد هي جوج، ناقص زوج زائد زوج تساوي صفر. إذن أش كتنتمي لمستوى بي تقل، وبالتالي فإن يعني أش هي يعني بينا جوج ديال الشروط، بينا بأن أش كتنتمي لمستوى بي، وبينا أن أش عمودي على بي. إذن أش هي المسقط العمودي، إذن أش هي المسقط لي بي لي أ على بي، صحيح؟ ومهما كان تكون هي المسقط العمودي أ على بي. هذه الطريقة. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية نحسب المسافة على أش ياك، ونحسب المسافة ديال أ عن المستوى بي. إذا لقيناها كتساوي أش، غنعرفو بأن ما أش هي المسقط العمودي لأ على بي، يعني نحسب المسافة دي دو أ عن بي. دونك شنو غتساوي هادي؟ غنديرو قيمة مطلقة، نديرو جذر مربع. دونك مسافة أ عن بي كنعوضو أ في بي، دونك واحد زائد نعوضو إكس بواحد، إكراك بواحد، ناقص زاد يعني ناقص ناقص ثلاثة تولي زائد ثلاثة، ثم زائد واحد على جذر مربع واحد أسي اثنان زائد واحد أسي اثنان زائد ناقص واحد أسي اثنان تساوي. دونك هنا الفوق عندنا ستة، وتحت عندنا جذر ثلاثة، دونك هي ستة جذر ثلاثة على ثلاثة هي جوج جذر ثلاثة، هذه هي هذه كتساوي أش. واش بدا؟ بما أن المسافة بين المسافة بين واحد النقطة وواحد المستوى بي، هذه المسافة كتساوي أش، وخص تكون أش، ولدينا أش كتنتمي إلى بي، خصنا نبينوها ياك. ألوغ في هاد الحالة 100% غيكون أش أش كتنتمي لبي، والمسافة أش كتساوي مسافة أ عن المستوى. متفقين؟ شنو قلنا؟ المسافة ديال المستوى عن النقطة كيكون تعامد، كيحدد التعامد، هادي أقصى مسافة خص يكون عمودي. متفقين؟ إذا في هاد الحالة أش كتكون المسقط العمودي لأ على بي. إذا عندنا جوج ديال الطرق تقدر نبدا، صحيح؟ إذا ندولو دايما في الإمتحان الله يرضي عليكم، أي حاجة درناها نديرو لها التدوين ديالها، التدوين نكتبوها في واحد البلاصة، إلا نحتاجوها نحتاجوها ونلقى واحد هنا. إذا النقطة الأولى اللي غنسجلوها هي أن المسافة أش حسبناها نحطوها هنا، أي معطى حسبناه نحطوه هنا، ثم دي مسافة دي ديال أ عن بي، قلنا هي أ أش هي جوج جذر ثلاثة، ثم لقينا بأن أش أش مسقط والمسقط العمودي لأ على بي، يعني أش عمودي على بي، دونك هذي خصنا هادو خصنا نطبقهم مزيان، صحيح؟ نكتبهم واحد الورقة ديال الوزارة حدايا باش مابقاش نقلب عليهم لأن غنحتاجهم بعد. السؤال الثاني، حدد معادلة الكارتية اللي في الكأس التي أحد أقطارها أش. دونك السؤال الثاني ألف، لاحظوا معايا مزيان، في الكا هي في الكا ياك، هي في الكا أحد أقطارها أش، قطر أش قطر اللي في الكا ياك. دونك باش كنحددو معادلة ديكارتية ديال الفيلكا انطلاقا من القطر، لاحظ الفيلكا هي دونك لدينا اس هي مجموعة النقط ان اكس ايكغيك زد بحيث، اش كتلاحظو؟ مهما كانت ان من الفيلكا فإن ام اش نقط يعني تنتمي لنفس الدائرة، نفس الدائرة هاك، وكذلك غتكون قائمة، علاش؟ لأن نفس الدائرة التي قطرها أش، لأن أش قطر للفيلكا، يعني قطر لأي دائرة كتنتمي للفيلكا، متفقين؟ ألور أم مادام أم كتنتمي للفيلكا فإن أم أو أش دائرية، وهذا يعني الزاوية غتكون قائمة. لماذا؟ لأن أي زاوية تكون ناقصها في الدائرة وتحصل قطر دائرة فهي قائمة، وبالتالي فسيكون لدينا أم أ في أم أش كيساوي المنتجع المنعدم، يعني الجداء السلمي يساوي المنتجع المنعدم، بحيث ام ا جداء ام اش كيساوي
عفوا كيسير السفر يعني اعتذر على هذا الخطأ. دائما جداء السلم هو عدد ماشي متجه عدد. اذا كيسير السفر مزيان التحليل هو هذا راني جبتها باش تعقلوا عليها. الوغ هو ام ا شنو عندها؟ عندها اكس ناقص افصل تاع ا ناقص واحد ثم ايكغيك ناقص واحد ثم الزد زائد ثلاثة هي ام ا. ام اش شنو عندها؟ ام اش يعني اكس ناقص ناقص واحد يعني اكس زائد واحد ايكغيك زائد واحد ثم زد زائد واحد اي يولى يعني جدار السلم شنو هو؟ الاوسط الاوسط زائد الارتب الارتب زائد الانصف الانصف كيساوي صفر يعني اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد زائد ايكغيك زائد واحد في ايكغيك ناقص واحد زائد زد زائد واحد في زد زائد ثلاثة كيساوي صفر. وغنشرح نلقى المعادلة الديكارتية. دونك أ ناقص أ زائد ب في أ ناقص ب هي أ أوس اثنان ناقص ب أوس اثنان تبقى أ زائد ب في أ ناقص ب هي أ أوس اثنان ناقص ب أوس اثنان هذا أوس اثنان ياك زائد هنا نشرحها زد في زد زد أوس اثنان زد في ثلاثة ثلاثة زد زائد ثلاثة زائد زد في واحد هي زد أربعة زد ثم ثلاثة في واحد ثلاثة وغادي نزيدو نحسبو يعني إكس أوس اثنان زائد إيكغيك أوس اثنان زائد زد أوس اثنان زائد أربعة زد ناقص واحد زائد ثلاثة هي زائد واحد كيساوي صفر. دونك هادي هي المعادلة الديكارتية تاع الفيل كأس. المعادلة الديكارتية للفيل كأس وغنكتبها حدايا كيما العادة. دونك الفيل كأس معادلة الديكارتية تاع إكس أوس اثنان زائد إيكغيك أوس اثنان زائد زد أوس اثنان زائد أربعة زد زائد واحد تساوي صفر. مزيان دونك صحيح سالينا مع سؤال ألف جوج ألف دونك نشوفو جوج باء. دونك سؤال جوج باء نتأكد واش المعادلة هي هاديك دونك إكس أوس اثنان دونك تعطينا هادي دونك هي هاديك المعادلة. ألوغ سؤال باء تحقق أن بي تنتمي إلى أس بكل بساطة نعوضو نشوفو ألوغ نعوضو إكس لدينا نعوضو إكس بواحد في العدد ديال الفيلكا نعوضو إيكغيك ناقص واحد زد ناقص واحد أربعة ناقص واحد تساوي غنشوفو شنو تساوي إلا كان صفر راه غنلقاو غنقولو بأن مكنتمي الفيلكا دونك واحد أوس اثنان واحد واحد أوس اثنان واحد واحد دونك أنا ثلاثة هاك أربعة ناقص واحد هي ناقص أربعة ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد زائد واحد صفر. إذا ب تنتمي إلى في الكأس إذا انتهينا من اثنان بعد دونك ب كتنتمي إلى الأس ياك هذا هو السؤال فقط. دونك واحد المعادلة كتحقق أن ب تنتمي إلى صافي كملت شنو ثلاثة شنو ثلاثة دونك ب كتنتمي في الكأس المعطيات نحطهم حدايا باش مابقاش نقلب باش نروح وقت في الفرض ولا في الامتحان. ثلاثة ألف عند المعادلة ذكرت لها مستوى كلمة مس لأس في ب شوف مزيان دايما دير تحليل بين عينيك باش مانغلطش. ها هو هي في الكأس دونك عندنا نقطة ب يعني مستوى كيما ماس ماس هو المستوى كيما تنديرو هذا هو يعني ماس للفيلكا في النقطة ب يعني هذا المستوى ماس للفيلكا في النقطة ب. الوغ بما ان هذا المستوى مماس للفيلكا في النقطة ب يعني غيكون هذا المستقيم اللي هي من مركز الفيلكا ب عمود يعني مستوى كيو تفقد كيكون مماس هو باش تكون واضحة رسمها لكم بهذا الشكل هذا هذه فيلكا ناخذ نقطة ب هنايا باش تكون واضحة دونك إلا خدينا واحد المستوى مماس يعني الفيلكا في النقطة ب في هذه النقطة ب هذا المستوى كي راه غتكون هنا التعامد هذه اوميغا مثلا مركز الفيلكا غيكون هذا اوميغا ب عمود على المستوى كي اتفق عليك يعني لقينا واحد المتجهة منظرية. دونك شوف هذه المعادلة ذكرت مستوى كي مماس لأس في ب ار كي مماس لأس في ب اش كيعني دونك مماس لأس في بي وانا افترضت
عندنا اوميغا مركز اس، اذا اش غيكون عندنا؟ غيكون اوميغا بي، اوميغا بي عفوا مستقيم ديالو حنا ماشي مشكل، عمودي على كي، او لا اوميغا بي متجهه منضميه على كي. دابا عرفنا واحد المتجهه منضميه على واحد المستوى، اذا نقدر نعرفو معادله المستوى، ولكن ديك اوميغا ما عرفناهاش، خصنا نقلبو عليها، خصنا نقلبو على اوميغا. دونك نحددو دابا الاحداثيه نتاع اوميغا، يعني نكتبو هنا في العارضه، نحدد احداثيات لان عندنا ثلاثه اوميغا. دونك من المعادله نحددو ثلاثة هنا، معادلة ديال اس اكس اس اثنان زائد ايكغيك اس اثنان على اس، زائد زد اس اثنان زائد اربعة زد زائد واحد تساوي صفر. اذا شنو غنديرو هنا باش نلقاو المعادلة، نلقاو مركز والشعاع في الكاب، اش خصنا نديرو؟ خصنا اما بالطريقة اللي بسيطة جدا، غادي يكون مركز الفلكة هو منتصف القطر، منتصف الاش، هذه طريقة بسيطة جدا، يعني اوميغا تقدر تحدد له الاحداثية مباشرة. ياك اوميغا واش عندنا؟ هو المجموع واحد ناقص واحد صفر على جوج هي صفر، ثم ناقص واحد زائد واحد صفر على جوج هي صفر، ثم ناقص واحد زائد ناقص ثلاثة يعني ناقص أربعة على جوج هي ناقص زوج. دونك هادو هما الإحداثية تاع أوميغا، ياك؟ ولكن حنا نخدمو بتقنية أخرى باش نلقاو الشعاع والمركز في نفس الوقت. دونك شنو غنديرو؟ غادي نحاول نكتبها بالشكل القانوني ديالها، إكس ناقص ألفا أوس اثنان زائد إيكغيك ناقص بيتا أوس اثنان زائد زد ناقص غاما أوس اثنان تساوي آر أوس اثنان، على الشكل صحيح؟ باش يكون المركز هو ألفا بيتا غاما والشعاع هو آر، صحيح؟ ألوغ هنايا إكس أوس اثنان هي إكس ناقص صفر أوس اثنان، ما عنديش أ إكس، زائد إيكغيك ناقص صفر كل أوس اثنان، لأن ما عنديش إيكغيك، ولكن الزد لا، عندي أربعة زد، يعني عندي الزد أوس اثنان زائد اثنان في اثنان الزد زائد هاد الاثنان اللي جات هنا أوس اثنان، ياك؟ شرحت هاد الشيء كيفاش كدير له. هاد زوج أوس اثنان زدتها من عندي نقصها، ثم زائد واحد اللي عندي تما تساوي صفر، ياك؟ عقلو زيرو زيرو موندو، هادشي اللي غنلقى. ألوغ إكس موان زيرو أو كاري بلوس إيكغيك موان زيرو أو كاري، هنايا شنو؟ زد أوس اثنان زائد جوج في جوج زد زائد جوج أوس اثنان هي زد زائد زوج كل أوس اثنان، ياك؟ هنا ناقص زوج أوس اثنان زائد واحد، دونك هادي مفترقة، ما ياك؟ وهادي هي ناقص أربعة زائد واحد هي ناقص ثلاثة، ردوها مرة تساوي تولي ثلاثة، ياك؟ ألوغ آخر سطر هو هذا. نديرو ناقص ناقص زوج، ماشي بان، إذن أوميغا شنو عندها؟ عندها صفر صفر ناقص زوج، صحيح؟ هذه التقنية باش كنعدو مركز الشعاع في وحدة، ولكن باش ما تطولوش على راسكم كثر في التمرين باش كفينا الصبر على مكفيناش، غادي نديرو نعدل إحداثيات أوميغا. صحيح، لدينا اوميغا منتصف قطر، شنو هو القطر؟ اش 100%، لان مركز هو منتصف قطر، صحيح؟ مركز الدائره ولا مركز الفلكه هو منتصف القطر، اذا اوميغا شنو نكتبوها في سطر واحد؟ اوميغا شنو عندها؟ يعني نتاع ا زائد نتاع اش على جوج منتصف، دونك ناقص واحد زائد ناقص واحد صفر على جوج هي صفر، ناقص واحد زائد ناقص واحد صفر على جوج هي صفر، ثم ناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص أربعة على جوج هي ناقص زوج، صحيح؟ دونك حددنا الإحداثية نتاع أوميغا، متفق ياك؟ إذا دابا غادي نمشيو عند كي، كي هو النقط أم إكس إيكغيك زد، شنو كتحقق؟ شوف معايا مزيان، لقينا هادي المتجهة المنضمية هي أوميغا بي. منضمية على يعني عمودية على يعني هذا المستوى، هذا هو مجموعة من النقط ام اكس يكريك زد، بحيث مهما كانت ام من المستوى كي فإن الجداء السلمي، دونك هنايا خصنا نعرفو بأن هذه بي كتنتمي للمستوى، ياك؟ دونك حدد معادلة المستوى كيما مس في بي، يعني بي كتنتمي للمستوى، ياك؟ بي كتنتمي للمستوى، متفقين؟ ضروري لأنه هو قال لك حدد معادلة ذكرتي المستوى كي مع مس اس في بي، يعني بي كتنتمي للمستوى، صحيح؟ ألوغ مهما كانت أم من هذا المستوى فإن بي أم في
اون اذا بي كيساوي صفر، علاش؟ لانهم متجهتين متعامدتين، جوج السلم تاعهم كيساوي صفر، بحيث اوميغا بي او لا بي ام اوميغا هو ندير هكا اوميغا بي سكالر بي ام كيساوي صفر. الوغ نكتبو دابا هو اوميغا بي اش معندها؟ اوميغا بي عندها دونك بي فين هي بي واحد ناقص صفر واحد ناقص فين هي بي ناقص واحد ناقص صفر هي ناقص واحد ثم ناقص واحد ناقص ناقص زوج حدو راسهم ما تغلطوش ناقص واحد ناقص ناقص زوج تولي ناقص واحد زائد جوج يعني واحد و اوميغا عفوا بي ام عندها اكس ناقص بي وشنو عندها واحد ثم ايكراك زائد واحد ثم الزاد ناقص ناقص واحد زائد واحد صحيح هذه هي اذا فوقاش كيكون عندي الجودة يعني كيساوي صفر يعني اوصف بوصف زائد اوصف بوصف زائد اوصف بوصف كيساوي صفر يعني واحد في هذه يعني اكس ناقص واحد زائد هذا في هذا يعني ناقص يكراك زائد واحد زائد واحد في هذا يعني زائد 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 واحد صحيح تساوي صفر اي اكس ناقص يكراك زائد زائد تساوي او نكملو ناقص واحد ناقص واحد ناقص زوج زائد واحد هي ناقص واحد تساوي صفر دونك هذه هي المعادلة ديال كي هذه هي المعادلة ديال كي نكتبها هنا دونك كي المعادلة ديالو هي اكس ناقص يكراك زائد زائد ناقص واحد تساوي صفر دونك هذه هي المعادلة ديال كي نمشيو عند السؤال ب حدد معادلة ديكارتية لمستوى R الموازي لبي والمار من A ركز مزيان الموازي لبي والمار من A دونك الأمور واضحة هاد الشيء نمسحو غير أوميغا ربما نحتاجوها نكتبوها هنا دونك أوميغا شحال كان عندها كان عندها صفر صفر ناقص زوج وبالنسبة للشعاع R نتاع الفلكة ربما نحتاجوه لقينا جدا مربع ثلاثة هاك كنا نحسبو لقينا جدا مربع ثلاثة دونك غنمسحو هادشي هذا ولكن خصنا نبينو لأن مازال ما درناش في شي تمارين هذاك الشيء حسنا غير حنا اللي درنا صحيح دونك هنا نوطي هادشي هذا غادي نحتاجو ندير في الوسخ حدايا نمشيو دابا نخدمو التتمة السؤال الموالي ألور حد معدل ديكارتيان مستوى R موازي لـ بي وشوف معايا مزيان R موازي لـ بي بي مثلا و ار مثلا هو هذا الوغ هاد المستويات متوازيين الا كان واحد المتجهه منضميه على على بي راه 100% غتكون منضميه حتى على ار 100% غتكون منضميه حتى على ار علاش ان هاد جوج المستويات متوازيين اي متجه عمودي على احدهما غتكون عموديه على الاخر شوف واحد معايا مزيان هاد المعادله كتعطي مستوى ار الموازي لبي والمار من ا الموازي لبي دونك شنو نكتبو ار من ثلاثة ب ار يوازي بي و ان دونك ان كلها درناها ان شحال بقينا واحد واحد ناقص واحد منضمية على بي اذا غادي تكون ديك ان منضمية حتى على ار اذا ان منضمية على تفخم الله مادا منضمية على R وكأو تمر إذا Q أو لا R عفوا مار من شنو النقطة Q ما كيبانليش هنا الضو هذو عندك تساوي ار مار من الموازي لبي والمار من ا مار من ا وموازن ل او عفوا هو ان منضبيه عليه بينا شنك بينا انها منضبيه عليها هم بينها ياك الوغ شنو قلنا الى عندي مستوى كي دائما نبقى نشرح لكم باش تفهموا مزيان مستوى كي عندي واحد المتجهه منضبيه عليه عندي واحد النقطة منو
اللي هي A. Alors, أي نقطة R من هذا المستوى؟ دونك إذن R أو لا أي نقول إذن R هو مجموعة النقط M X Y Z بحيث وشنو؟ مهما كانت M من المستوى فإن RM و RM متعامدتين يعني جدول سلمي كيساوي صفر بحيث RM كيساوي صفر ونشوف و M شنو عندها؟ عندها واحد واحد ناقص واحد و RM شنو عندها؟ عندها X ممكن باش تشتري مزيان عندها X ناقص أوبسيون تاع A هنايا ناقص واحد يقرأ ناقص واحد زائد زائد ثلاثة صحيح أي دونك الأصول زائد الأرتو الأرتو زائد الأصول فسو ونسو يساوي صفر واحد في هذه يعني إكس ناقص واحد زائد واحد في هذه يعني إكراك ناقص واحد ناقص واحد في هذه زائد زائد ثلاثة يساوي صفر ونكمل دونك إكس هي زائد إكراك هي ناقص زائد هي ثم ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج ناقص ثلاثة هي ناقص صفر دونك هذه هي أو أن عفوا إذن R فاينل للمعادلة دونك R نكتبو حتى هو هنا شنو كان عنده X زائد Y ناقص Z ناقص خمسة صفر كان المعادلة ديال R صحيح نمسح هاد الشيء هذا إذا السؤال ثلاثة ب أو عفوا ثلاثة جي تحقق أن كي و آر غير متوازيين واحد الفكرة قبل ما نخدموها تمام واحد الفكرة نخبركم إلا عندي جوج ديال المتجهات إي و في إلا كان جدول السلمي تاعهم كيساوي صفر كيعني أن إي عمودي على في كان تعامد ياك و إلا كان إي فيكتوريال في يعني جدول المتجه كيساوي صفر جدا المتجه ماشي سلمي دونك في هذه الحالة كنقول أن إي و في مستقيمتين عفوا كيساوي متجه من عدم ماشي صفر مس الملاحظة الأخرى نعقلو عليها الجداء السلمي هو عدد سكالار والجداء المتجه هو فيكتور هو متجه طيب عقلوا عليه مزيان الجداء السلمي كيكون عدد الجداء المتجه كيكون متجهة المنظم تاعو غيكون عدد 100% صحيح اذا فوقاش يكون عندي اي فيكتوريال في عفوا اي و في مستقيمتين اذا كان عندي اي فيكتوريال في كيساوي متجه منعدم من قبل شنو كنا نديرو كنا نديرو لي ديتيرمينو دابا مابقاوش نديرو لي ديتيرمينو نبقاو نديرو الجدا المتجه ياك وكي تكتسب الجدا المتجه تاع جوج متجهات غنديرو تطبيق لهذا الشيء هذا صحيح دونك الوغ السؤال جيم تحقق ان كي و ال غير متوازيين إذن واحد التحليل بسيط عندنا واحد المستوى كي عندنا المعادلة تاعو يعني نقدر نعرفو واحد المتجه ان واحد مثلا منضبط عليه عندنا مستقيم مستوى اخر مثلا هو ار مستوى اخر ار عندنا المعادلة تاعو إذن نقدر نعرفو المتجه المنضبط عليه هي ان زوج مثلا ياك فوقاش غيكون عندي كي و ار متوازيين إذا كانت ان واحد و ان زوج مستقيمتين إذا كانت ان واحد و ان زوج مستقيمتين غيكون كيو ار متوازيين علاش لان المتجهتين اللي منضبطين عليهما كيكونوا مستقيمتين علاش لان اللي كان عندي جوج مستويات متوازيين جوج ديال المستويات متوازيين اي متجه منضبط على واحد منهم راه منضبط حتى الاخر 100% اذا كانت منضبط على هذا راه حتى على هذا غتكون منضبطين متفقين 100% مكاينش شك الوغ في هذه الحالة كيفاش غنديرو نعرفو أن المستقيمين متوازيين أو لا لا غادي نحدو متجه منضبط لكل واحد من ثلاثة جيم لدينا أن واحد من المعادلة نعرفو أنت علاش كنقول من الأحسن دير حداك المعطيات هي باينة حداك أن واحد منضبط على شنو عندها واحد ناقص واحد واحد منضبط على كي و ان زوج
واحد واحد ناقص واحد. من ظني على تعقيب الوغ غادي نحسب دابا الجداء المتجهين تاعهم. إذا لقيت الجداء المتجهين تاعهم كيساوي متجه العادمة في هذه الحالة راهم مستقيمتين، يعني واحد وواحد زوج مستقيمتين، وبالتالي إذا كانوا مستقيمتين غيكون تكون عندنا كيو ار متوازن. إذا ما كانوش مستقيمتين ما غاديش يكونوا متوازن. إذا شنو غادي نحسبوا ان واحد فيكتوريال ان زوج، كي كندير نحدد الإحدادية نتاع ان واحد فيكتوريال ان زوج كتساوي مزيان. قلنا هذه غتكون متجه النتيجه، قال هنا ما كنديرش ناقص، هنا كندير ناقص، هنا ما كنديرش ناقص، هاي اي جي كا كيدير زعما هادو. شوف مزيان، كدير واحد جوج خطوط بحال هكا وتكتب الاحداثيه نتاع المتجهه الاولى شنو عندها، واحد ناقص واحد واحد، ثم الاحداثيه نتاع المتجهه الزوجه واحد ناقص واحد، عفوا واحد واحد ناقص واحد. كيف غدير هنا؟ عندي اي، اذا غنحيد هذا اي جي غنحيد نتاع واحد، هذا نحيدهم نشطر عليهم، غندير هذه يعني واحد عفوا ناقص واحد واحد، ثم واحد ناقص واحد. مزيان جي غنحيد نتاع جي وندير هذا واحد 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 ناقص واحد. كا نحيد نتاع كا وندير واحد ناقص واحد واحد واحد. تعقل؟ مزيان. إيه دونك هنا ناقص ضروري ناقص، دونك نحسبو دابا، تساوي ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، ناقص واحد هي صفر، يعني صفر إيه، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد هي ناقص زوج، ناقص زوج مع ناقص ولي زائد زوج، جي زائد واحد في واحد واحد، ناقص ناقص واحد هي زوج. زائد جوج كا، هذه تخالف المتجه المنعدم، لأن عندها الأبسول والسوسول والأورتوب والأنسول مكيساوش صفر، إذا تخالف المتجه المنعدم، إذا إن واحد و إن جوج غير مستقيميتين، وبالتالي فإن وشنو؟ كيو و إر غير متوازيين، كيو و إر غير متوازيين، وإلا كانوا غير متوازيين شنو كيكون عندهم؟ غير متوازيين شنو كيكون عندي؟ إلا كان عندي كيو آر غير متوازيين فإنهما يتقاطعان وفق مستقيم، عقل مزيان، فإذا كان المستقيمين يعني كيو آر غير متوازيين فإنهما يتقاطعان وفق مستقيم، عقل دابا باش غادي نقول لك كيو ار غير متوازيين فانهما يتقاطعان، دونك في السؤال الموالي غنجدوها ولكن نعطيكم فكره اللي خصك تعقل عليها مزيان. اذا كان عندي كيو ار غير متوازيين فان كيو ار يتقاطعان وفق مستقيم موجه ب، باش موجه بان واحد فيكتوريال ان زوج، عقل مزيان، ان واحد منضمي على كيو ان زوج منضوي على ان، يعني ياك هذيك هي ان واحد منضوي على كيو ان زوج منضوي. إذا كان كيو ار غير متوازيين غيكونوا متقاطعين في واحد المستقيم، معادلة المتجه الموجه نتاعو هي المنضوية على هاد الزوج، عفوا هي الجداء المتجهي نتاع هاد، يعني هي هي صفر زوج جوج، صحيح؟ صفر زوج جوج هي اللي موجهة للمستقيم نتاع اللي كيتقاطعوا فيها جوج مستقيمين، دونك هذا ما داخلش في الجواب نتاع عفوا نتاع جيم. علاش صافي كملنا جيم غير متوازيه صافي كملنا، هذا غير فكره زدت لكم باش نخدموا الاسئله اللي مراد اذا كانت ممكنه. صافي نمسحوا هذا الشيء هذا، دونك كيو ار غير متوازيه نقدر نكتبها على الوسخ، نقدر نعقل عليها غير السؤال 4 ألف، حديد انتهي بارامتر ديال دي، لاحظوا معايا مزيان، دي هو تقاطع بي عفوا كيو ار، اذا هذا هو زيد المعطيات، هو ان واحد
منظمية كنا سمينا هذه البلاد على كي وان زوج منظمية على ار ار اذا غيكون دي موجه ب ان واحد فيكتوريال ان زوج او لا ان زوج فيكتوريال ان واحد هذا المهم هي الاشاره تختلف ولكن بحال بحال اذا كانت الاي منظمية راه ناقص فيه حتى هي منظمية صحيح تاع موجهة عفوا إذا كانت اي موجهة ناقص فيه حتى هي موجهة علاش قلت هاد الجملة هادي لأن شو غادي نقولك واش سبق ان واحد ان زوج بحال بحال ان زوج فيكتوريال ان واحد اش كتساوي هادي هي ناقص ان واحد فيكتوريال ان زوج ياك الوغ إلا كانت هادي موجهة واحد المستقبل حتى هادي موجهة نفس المستقبل إذا القيلة متجهة موجهة ياك ولكن خصنا نقطة باش نديرو تمثال بارامتر دونك تقاطع كي و ان من نجيبو نقطة إذا هنا كاين واحد الصعوبة باش غادي نقدر نحدد تمثال بارامتر دي خصنا متجهة موجهة ونقطة حنا لقينا متجهة موجهة ولكن ما لقيناش نقطة إذا نحاولو نفكرو بطريقة أخرى أبسط إلا ما لقيناش طريقة أخرى نرجعو دونك نحاولو نفكرو بطريقة أخرى أبسط دونك كي دي هو تقاطع كي و ان باقي مزيان إذن لنحدد تمثيل بارامتري ل دي اللي مكونة من معادلتين تاع دي و تاع كيو صحيح معادلة كيو اكس ناقص ايكالات زائد زاد ناقص واحد صفر صفر والأخرى عندها اكس زائد ايكالات ناقص زاد ناقص 5 تساوي صفر لان هذا المستقيم هذا كيحقق هذا كيحقق هذا تلقي المستقيم دي كيحقق هذا كيحقق هذا بجوج بينهم لان كينتمي لهذا المستوى كينتمي لهذا المستوى ياك مستقيم ياك الوغ نضع زد تساوي تي ولا اكس تساوي تي ولا ايكس تساوي تي اللي بغيت خد راحتك ما تقدرش تلقى تمثيل بارامتر واحد وانما اف تمثيل بارامتر دونك نضعو زد تساوي تي اذا شنو غيكون عندنا يكون عندنا x ناقص y زائد t ناقص 1 تساوي صفر ثم x زائد y ناقص t زائد ناقص 5 يساوي صفر ثم z تساوي t وكنزيد إذا دي ألوغ إلا حسبت هنا المجموع كنيش عم نغلطش عليا كنيش إلا حسبت المجموع نلقى زوج x هادي نمشي مع هادي وهادي نمشي مع هادي نلقاو زوج x تساوي ناقص عفوا جوج اكس ناقص 6 تساوي صفر يعني اكس تساوي 6 على جوج هي 3 يعني اكس تساوي 3 انتما خدمو غير بلا تعليق انا غندير مجموع ديال هاد جوج باش نإليميني واحد الفاريابل خصني نلقى اكس ونلقى ير ونلقى زاد بدلالة تي هذا هو الهدف ديالي اذا هنا درت المجموع ديال هادو اكس زائد اكس جوج اكس انا كنخدم في الوسط جوج اكس هاك هادي مع هادي صفر هادي مع هادي صفر تبقى ناقص 1 ناقص 5 هي ناقص 6 تساوي صفر نحل هاد المعادلة جوج اكس تساوي 6 يعني x تساوي 6 على يعني 3 صافي لقيت x الله مادام لقيت x نقدر نلقى y اذا y شنو تساوي y نرجع كلشي من هنا هاد ناقص t تولي t x هي 3 على شحال تولي ناقص 3 والخمسة تولي ناقص تولي 5 5 ناقص 3 هنا هي 3 ناقص 5 هي ناقص 2 ترجع شحال تولي زائد 2 والزاد كتساوي t صحيح هذا هو و t كينتمي الى r هذا الحقيقة اي دونك هذا هو تمثيل بارامتر تاع المستقيم دي اكس تساوي 3 اي تساوي تي زائد 2 زد تساوي تي دونك لقينا تمثيل بارامتر ديال دي اكس هذا ربما نحتاجوه دونك دي اكس تساوي 3 راه ماشي غير واحد تمثيل بارامتر انت الا خدمت مثلا عطيت الاكس هي الزد راه تلقى تمثيل بارامتر اخر اكس هي التليفون y تساوي t زائد 2 z تساوي t صحيح ونخليو على الفراسخ ونشوفو شنو غندير السؤال الموالي اذا السؤال الاخير ودرس الوضع بالنسبه للدي ودلتا دونك خصنا باش نعرفو الوضع بالنسبه للدي ودلتا خصنا نعرفو متجهاتين يعني متجه موجهة دي ومتجه موجهة دلتا دونك دلتا مر من بي وموجه بالمتجه يعني هي
دونك عندنا اوميغا بي فيكتوريال اوميغا ا موجهه لدلتا دونك حيت اوميغا مركز مزيان هو شنو متجهه موجهه للدي دونك غادي نعرفو نشوفو جوج نقطات من الدي دونك جوج نقطات من الدي كاين واحد النقطه الاولى نعطيو للتي زيرو نلقاو النقطه مثلا او عطينا للتي زيرو نلقاو عندها ثلاثة زوج صفر يعني الا عطينا للتي زيرو الا عطينا للتي واحد اف نشوفو نقطة اخرى تي نعطيوها واحد ثلاثة واحد زائد جوج ثلاثة ثم تي واحد من هاك الا بغينا نديرو اف يعني متجهه موجهه نتاع الدي غنلقاو ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، زوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد، صحيح دونك هذا هو ألوغ نحدو الإحداثيات تاع أوميغا أ أوميغا بي، عفوا أوميغا بي فيكتوريا أوميغا أ، دونك هادو الإحداثيات تاعهم راهم ساهلين، نحسبوها في البلي المعطية، دونك هي دي موجه بي زيرو موان زيرو موان زيرو، ولا غير من هنا نقدر نعرفوها هي زيرو واحد واحد، زيرو واحد واحد. حتى هي موجهه لدي بالنسبه لاوميغا بي اوميغا ا ممكن نحدو الاحداثيه نتاعها الوغ اوميغا بي شنو عندها دونك اوميغا بي عندها فين هي اوميغا بي بي هي اوميغا هي دونك اوميغا بي واحد ناقص صفر واحد ناقص واحد ناقص صفر هي ناقص واحد ثم ناقص واحد ناقص ناقص زوج هي ناقص واحد زائد جوج هي واحد هي اوميغا بي و اوميغا ا شنو عندها أوميغا أ فين هي أ هي واحد ناقص صفر واحد واحد ناقص صفر واحد 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 ناقص ثلاثة ناقص ناقص زوج تعطينا ناقص واحد صافي هذه هي إذا إلا درنا الجداء المتجهي نتاع أوميغا بي وأوميغا الجداء المتجهي وفي عطينا أفصول هو أفصول كنحيد هذا وكندير هذا ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد ناقص واحد هي صفر إذا الأفصول هو صفر ثم نشطبو على هذه وغنديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج ولكن عندنا واحد ناقص غنبدلو الإشارة تولي زوج شوفوا الأخيرة نشطبو على الزاد ونديرو واحد في واحد هي واحد ناقص ناقص واحد هي زائد واحد يعني زوج دونك هذه موجهة لدلتا و مثلا سموها إي ولا شي حاجة هكا نفتحها مثلا إي فتحها مثلا عندها صفر واحد واحد موجهة لي دي ألوغ و دابا غادي نشوف باش نعرفو هادي وهادي واش مستقيميتين ندير الجداء المتجهي باش نعرف واش متعامدتين ندير الجداء السلمي ونشوف إذا كانوا مستقيميتين غادي يكون عندنا مستقيمين متوازيين الا كانوا متعامدتين غادي يكون عندنا مستقيمين متعامدين الا ما كان لا مستقيمتين لا متعامدتين غادي تكون متقاطعين صافي هذا هو المطلوب الوضع النسبي اذا غادي نحاول ندير الجداء المتجهين تاع هذه وهذه الا درنا اي فتحه فيكتوريال اوميغا بي فيكتوريال اوميغا ا واش تساوي هذه لقنا القوى منتجه منعدمه عرفوا بانهم راهم متوازيين ما كاش منتجه منعدمه راهم ماشي متوازيين لو كان قلنا راسنا نشكل وضحنا من الاول نعرفوا الضربه الاولى شنو غندير دونك اي فتحه اوميغا بي فيكتور اوميغا ا دونك الوغ اي فتحه دونك شنو غندير الاصول نديرو بحال هكا دونك هنا اش غنديرو اي عندها صفر واحد واحد وهذه عندها صفر زوج جوج دونك غنشطبو على صفر وغنديرو واحد واحد زوج جوج ثم هنا غنديرو صفر واحد صفر جوج وهنا اش غنديرو واحد واحد عفوا صفر واحد صفر جوج يعني بحال بحال صفر واحد صفر جوج غنحسبو تساوي واحد زوج زوج ناقص زوج صفر يعني صفر اي ناقص صفر في جوج صفر ناقص صفر 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 جي زائد صفر ك إذا نسوي متجه منعدم هاك إذا وشنو إي فتحة و أوميغا بي فيكتوريال أوميغا أ كي داير
قيل جدا المتجهين تاعهم كيساوي المتجه العادي معناها مستقيميتين، اي دي يوازي دلتا، صحيح؟ يعني دي ودلتا متوازيين، صحيح؟ لو كان ما لقيناش يساوي صفر شغنديرو؟ يعني نحسب واحد الجداء السلمي، والجداء السلمي ما كيساويش صفر، هي صفر في صفر، صفر زائد زوج زائد زوج يعني اربعة، بينما ما كيساويش صفر. انتهى التمرين وتلاقوه في التمرين الاخر ان شاء الله.